معاكم لقصه اخرى، او زي ما تعودنا كل يوم بنجيب لكم فضيله من فضائل الصيام طوال الشهر. احنا داخلين على نهايه العشر الاوائل، ايه الدروس والعبره تطلع بيها من اول 10 ايام في شهر رمضان؟ كمان فضل افطار الصائم وموائد الرحمن، هتكون ده مع الشيخ ابراهيم الظافري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلسائل أن يسأل: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بين آيات الصيام؟ قبلها يقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعدها يقول ربنا سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بين هاتين الآيتين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دليل على أن الصائم في حالة القرب من الله وفي حالة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بصيامه لله وبتقربه لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فهو مجاب الدعوة على أي حال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب منه، وهو قريب من الله سبحانه وتعالى في حالة قرب ما بعدها قرب، حالة إنما يفعل فيها الإنسان مراد الله منه، إنما يفعل فيها الإنسان ما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عليه. فكان على هذه الحالة من الظمأ والجوع والبعد عن الشهوة، لا لشيء، لا لدنيا، وإنما يجوع لله ويظمأ لله ويترك شهوته لله، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته مكافأة له. ولهذا انتشر على ألسنة الناس مطالبة بعضهم بالدعاء: ادعوا لي، انت صائم ادعي لي عند الفطار. هذه مقولة لها أصلها ولها مستندها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، مستجابة: أولها دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، نبرهن أن الإنسان الصائم في حالة قرب من الله سبحانه وتعالى تمكنه من إجابة الدعوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة عند فطره لا ترد، عند فطره لا ترد، لأنه في هذه الحالة يكون قد أتم يومه استسلاما لله واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى: يا رب أنت أمرتني بهذا وأنا قد امتثلت لهذا امتثالا لأمرك. فبهذا الامتثال وبهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته، فيدعو الإنسان لله سبحانه وتعالى بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. ويسن للإنسان في دعائه لله سبحانه وتعالى أن يجمع وأن يدعو للمسلمين أجمعين، وأن يغفر، أن يسأله أن يغفر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمأثور، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يجول في خاطره. ذلك لأن الدعاء عبادة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، يدعو بما شاء ويدعو بما يجريه الله سبحانه وتعالى على لسانه وبما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. الدعاء فتح من الله، نعم الدعاء فتح من الله. ولذلك لما يدعو لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالشفاعة، يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل. فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يدعو الإنسان لله سبحانه وتعالى ولا يتعجل، لا يتعجل الدعوة. وبعض الناس يدعو الله سبحانه وتعالى وكأنه ينظر في الساعة: أتأخر الأمر أم الفين؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويستجيب الدعاء في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى، لا بالكيفية التي تريدها أنت. فأنت قد تدعو على نفسك، فالإنسان لا يعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فالإنسان أحيانا يدعو على نفسه، يدعو على نفسه، قد يدعو مثلا بشيء معين قد يكون فيه هلاكه، قد يكون فيه ضرر له، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ له الخير، يؤخر له أحيانا الإجابة إلى يوم القيامة، إلى يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، فتكون له هذه الدعوة هي سبيل النجاة في هذا اليوم، وسبيل إلى رضوان الله، وسبيل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يتعجل الدعوة؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون وهما نبيان من أنبياء الله تبارك وتعالى، دعوا الله تبارك وتعالى، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال العلماء، رغم أن الآيتين وراء بعض، قال العلماء بين الدعوة وبين إجابتها 40 سنة. 40 سنة ينتظر سيدنا موسى وينتظر سيدنا هارون أن يجيب الله تبارك وتعالى دعوتهما. نعم، ينتظران ولا ييأسان من رحمة الله، ولا ييأسان من روح الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ينبغي للإنسان أن ييأس من إجابة دعوته. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتك وأنت مؤمن بقول الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكن موقنا بدعوة الله سبحانه وتعالى وبدعاء الله، لأن الدعاء هو العبادة، لذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى للصائم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دعوة مستجابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. زي ما حضرتك سمعتوا، طبعا شهر رمضان هو شهر الدعاء دائما، وبنسأل الله دائما أن يعني يلبي أيضا دعواتنا جميعا في هذا الشهر الكريم، اللي بتكون أيضا أبواب السماء فيه مفتوحة لكل الصائمين إن شاء الله.